اختبرته يا رمضان. زينب انت هنا من امتى؟ ما هي لسه قايمه قدامك من شويه. ليه كده؟ ليه؟ هو ده اللي انت كنت مخبيه عليا؟ كنت عايز تقوله لي قبل الجواز؟ الحقيقه انا كنت عايز احكي لك كل حاجه، بس انت اللي قلتي لي خلاص. انا مش عايز اعرف اي حاجه عن ماضيك القذر. كان فكري هتكلمني عن علاقاتك بالبنات او انك شربت مخدرات، انما توصل للدرجه دي؟ انا خلاص يا زينب، من ساعه ما عرفتك وتوبت عن الحاجات دي. ايوه خفت اكسر قلبك لما تشوفيني في يوم من الايام مسجون ولا الحديد في ايدي. بجد يا حبيبي؟ بجد يا زينب، بس من ساعه ما شفت البنايه دي وحقها بيضيع وانا قلت لا، انا لازم ارجع للاجرام تاني، لازم ارجع لها حقها. جدع انا موافقه، بس على شرط. شروط يا زينب؟ كلامك كله اوامر. رجلي على رجلكم. رجلك على رجلنا ايه يا زينب؟ ده انت لما بتقفي تجيبي عيش بتروحي تكشفي عشان النقرس. هو ده اللي عندي. خلاص يا زينب امين، بس تاخدي علاج النقرس. طب وانا مش هشارك معاكم في الجريمه دي بقى؟ لا انت لسه صغير تترزع هنا.